السلام عليكم. قبل ما نبدأ تحطون لايك تشتركون بالقناة أمود تشجعوني أنزل لكم أكثر. طبعا اليوم جايب لكم خصف جدا قوي ما بين بيسان وجواني بالستوري بالإنستغرام. بالبداية بدأ بالخصف اللي هو بيسان يوم حطت ستوري. طبعا هذا الستوري كان في جواني وكانت في مذيعة, طبعا مقطع قديم لجواني, يعني في مذيعة عم تسأله إنه لو خيروك تتزوج واحدة من السوشيال ميديا مين تختار. فشوفوا شو كان رد جواني, وهذا هو الشيء حطته بالستوري عندها بالإنستغرام. من البنات المشاهير من عداي طبعا انا برا الموضوع تتزوج لو خيروك ذكر اسماء؟ لا ما ذكر اسماء. انا طب قول اسماء. لا انت لازم تقول لي اسمه, ما انا اللي اقول لك اسمه. اوكي لو خيروني بيسان. تمام لو افتخر فيه وانا بعرف اصله وفصله وحياته. تمام مثل ما شفتوا بعدين جواني طلع بالستوري بالانستغرام مالته ورد على هذا الشيء, وايضا حط فيديو تقريبا مشابه لنفس الفيديو اللي حطته بيسان. راح تحط لكم حاليا رد جواني والفيديو, ومع السلامه. صح كنت بفتخر فيكي وبتشرف فيكي قبل ما تحطي النفخ والوشم وتطلع مع 15,000 واحد, وما شاء الله عم بيرحب فيديو مرسال. ما شاء الله لسانك صار اطول من طولك. ما شاء الله بتلبس البوط طويل حتى تطولي, لسانك صاير أطول من طولك يعني. سبحان الله, سبحان غير الأحوال والله. أقول لحكي هون بعد ساعتين في فيديو على قناتي, هذا الفيديو رح ينهي مسيرة كتير ناس. أنا عن جد هي الناس تستاهل هذا الرد. عن جد كنت بتشرف فيكي, بس من بعد اليوم صرت أخجل أجيب اسمك. والله صرت أستحي لما أقول لك تصور مع هالمحل المخلوقات هاي. لو خيروني بيسان. تمام انه بفتخر فيه وانا بعرف اصله وفصله وحياته. يا جماعه هي ضحكتي شو اعمل. طيب مهم لو خيروك بتتزوج جواني او تترك اليوتيوب؟ لا مو لهالدرجه يعني, تجوز جواني يعني إلي الفخر فيه. لو خيروك